السيد عمار مساوي الذي أبى أن يرفع الراية البيضاء. سلف دعماش هذا التقرير. في جولة قادتنا إلى هذه الورشة لصناعة الأحذية، التمسنا إرادة قوية من طرف مسيريها للمحافظة على هذه الصناعة التي أرهقتها متاعب عدة. كلش لافونسيو، ماذا بينا يعني الناس اللي راهم يمدوا الأوامر يتبعوا الأوامر نتاعهم. كما أنا نمد أمر يليق الأمر تاعي نتبعوا جوسكو بو. ماهوش نمد أمر ومن بعد نخلي دعوة تصراح كما يحبوا ولا واحد آخرين. هذه صناعة ما تموتش. هذه صناعة راهي كي الخبز. الخبز اللي نسحقوه دائما والصباط نسحقوه دائما نلبسوه. دونك الناس اللي جان لازم يجيو يخدموا. يعني ديتها من الخياطة حتى للريكلاج تاعها باسكو الشتوال تاعي حاصل. قلت أنا نورمالمون أنا اللي نخلفو مع العرولاف. لما تكون ما نخليش هاد الصناعة الميت هذا يموت. كنا نقول الحمد لله وراو لي ما كي خدامين كي كاع. تشجيع المنتوج المحلي لا إرقى بعض إلى المستوى المطلوب رغم إقبال بعض المؤسسات العمومية على هكذا منتوجات، خاصة تلك المتعلقة بالأحذية الوقائية من حوادث العمل. أنا نقول لك عندي عام اللي خلصت تراب لليومين هذا مازال نستنى باش العقد يخرج باش نبدا، خاطش المشاكل الكبار مازالهم، خاطش اللي نبني لوزين، اللي نجيب الماتيريال، اللي نفورمي خدامين، اللي مازال المشاكل القدام كبار. إن شاء الله نديروا ليكستونسيون باش نزيدوا نقويوا الانتاج والانتاجيه، يعني خاطش لو مارشي الجيريان راه فيارج مازال يسحق الاحذيه بزاف، دونك حنا لازم نكونوا في المستوى. صناعة الأحذية من بين الصناعات التي تحارب من أجل البقاء في ظل غياب اليد العاملة المؤهلة في هذا المجال.